فيعني بتتذكروا من فترة قريبة أحد الشباب الله يهديه ويصلحه يعني قاعد يدور باللغات السامية والآرامية وما بعرف إيش، وطلع علينا بكلام عجيب أغلبه جايبه من مواقع عبرية، يعني مواقع ترجمة عبرية، وقال أنا هذا أسهل علي وكذا ومدري إيش. وللأسف الشديد نحن في عصر والله ما أدري يعني كيف الناس يعني يأخذون بكلام، بالله عليكم هذا السمت اللي أكيد أغلبكم شاف هذا الفيديو أكيد، يعني هذا الشاب اللي طلع علينا ولابس هي الكاسكيت ونص حكيه أوكي، هذا يؤخذ عنه العلم؟ أي علم هذا؟ بل في الأحاديث أن هذا من علامات الساعة، أن يؤخذ العلم عن الأصاغر. ومن أعجب العجيب أن الناس يضجون، يعني هذا لما الأخونا الله يهديه ويصلحه طلع بهالكلام، يا لطيف يمكن أنا أجاني 50 مرة ما رأيكم في هذا، ما لبتلاقي سبحان الله الناس صاير فيهم خفة يعني وكذا، وبتلاقي أقل شيء بهزهم يعني، يا أخواننا مالكم، هذا كلام الله، هذا إنسان عالم مو عالم، عم يأخذ الكلم الحرف يروح يدور عليه بالعبري ويدور عليه بالسورياني، بعدين كل ما شاف أدنى تشابه بيقولك أيوة هذه مأخوذة من السورياني. لك كيف أخوذة من السورياني يا ولدي؟ أنت عارفان شو عن السورياني؟ السورياني والآرامي والكلداني والحبشي والعربي والعبري كلها لغات تنحدر من أم واحدة اسمها اللغة السامية. يعني أنا لما بشوف تشابه بين كلمة في المغربي وكلمة في المصري بقول اللهجة المغربية مأخوذة من اللهجة المصرية، إيش الكلام هذا؟ وإنما المغربية والمصرية تعودان إلى أم واحدة، شو اسمها؟ اللغة العربية الفصحى، لغة العرب. لكن إذا شفت تشابه بين السورياني والعربي في كلمة بتدعي بأن العربية هذه مأخوذة من السورياني، واللي ما بيعرف معناها بالسورياني لن يفهم معناها في القرآن. يعني 14 قرن الأمة كلها ما بتفهم لحتى أجيد أخونا أنت بالله لابس لي هي ونص حكيك بالإنجليزي. قال سألت إنه لي شو معناها؟ قالوا لي لا هذه بدك تأخذها هيك. What؟ هيك بيقولوا بيحكي بالإنجليزي وهو ابن عرب. ها What؟ What؟ من هذا يؤخذ الدين؟ لا إله إلا الله، دينك دينك، لحمك ودمك، خذوا عن الذين استقاموا ولا تأخذوا عن الذين قالوا. الفقه يؤخذ من مين يا أخواني؟ من الفقهاء. والحديث من مين؟ من المحدثين. والقرآن من مين؟ من علماء القرآن. والنحو من مين؟ من علماء النحو. كل علم كما قال الإمام مالك كل علم يسأل عنه أهله. فهل هذا الشاب اللي طلع بالفيديو من أهله؟ أدنى تشابه بتشوفه بتقول إذن العربية مأخوذة من كذا؟ لا إله إلا الله. فيعني والله شيء مؤسف، يعني أنا أتأسف لما أجد خفة في بعض بني قومنا، يعني أي شيء بهزهم. وجدوا كم صفحة ببرمنغهام ببريطانيا كله خاف وكله ارتعب، على إيش مرعوبين؟ القرآن ثابت وانتهى، نحن أمة الإسلام انتهينا من توثيق كلام ربنا من العصور الأولى. يطلع اللي بده يطلع، اللي بيطلع واحد من اثنين، يا موافق لما عندنا أهلا وسهلا، يا مخالف فالحق ما عندنا، انتهى. مو كل ما بكرة اكتشفوا لهم كم صفحة محطوطين بسقف شي جامع ولا ما بعرف وين وفتحوها والمستشرقين بقى وجدوا إيش؟ وجدوا مادة يطعنوا فيها. بيقول لك يعني وهذه الصحف، يعني بتعرفوا آخر اختراع شو قالوا عن هاي صحف برمنغهام؟ إنه الورق يعود إلى قبل سيدنا محمد بشوي. شوف الخبز، إنه تحليل الكربوني للورق شو قصدهم؟ إنه هذا القرآن من قبل سيدنا محمد. لا إله إلا الله. شوف الخبز. أولا ما نحن ما حللنا الكربون تبع الورق، أنتوا اللي عم تقولوا، شو بيعرفني إنه كلامكم صح؟ طب الأمر الثاني، أفرض جدلا أن هذا الورق من قبل العهد النبوي بعشرين بثلاثين بخمسين سنة، الورق، لكن الكتابة بعد ما في. أنتوا عندكم بالبيوت يا أخواننا دفاتر اشتريتوها من 10 سنين ولا من 20 سنة والآن عم تكتبوا عليها، فممكن يكون الورق أقدم من الكتابة، مظبوط لما لا؟ إيش الكلام هذا؟ كل ما بكرة واحد لقاله صفحتين ولا ثلاثة ولا 10 ولا مصحف متحوش بسقف الجامع
بده يقعد يعملنا يخض الأمة ويرعبهم يعني نحن أمة الإسلام وصلنا كتاب ربنا بتوثيق ما بعده توثيق. والله لا نقول هذا خطابة ولا نقول هذا عصبية ولا نقول هذا بدون دليل. يعني ما أنا ما أعرف نصا لقي من العناية والضبط وما يسمى التواتر. أنه تواتر هذا التواتر المبالغ به، يعني التواتر درجات في له الحد الأدنى. القرآن تجاوز الحد الأدنى بمراحل ومراحل ومراحل. ما بيستطيع أحد في كتاب الله عز وجل يغير حرف يا أخواننا. الأمة وجدت في الصحف القديمة المكتوبة بين يدي رسول الله ألفا في كلمتي لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وكتبوا صار لهم بيكتبوها 15 قرن ولا في قارئ من القراء بيقرأها. كل القراء شو بيقولوا؟ لشيء. لكن بيكتبوها ولا ما بيكتبوها؟ بيكتبوها. ليه؟ هيك هيك وجدنا، سمعنا وأطعنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه وإنه لكتاب عزيز. والعزيز في لغة العرب هو الذي في منع لا يوصل إليه بإيذاء. يقولون فلان عزيز في قومه، يعني هو في منع عليه حراسة لا يوصل إليه بإيذاء. فربي جل جلاله وصف القرآن بأنه كتاب، وهالكتاب شبه عزيز لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من مين؟ من حكيم، والحكيم في لغة العرب هو الذي يضع الشيء في محله. الحكمة وضع الشيء في محله. حكيم. لشيء لازم بين الشين والياء يكون في ألف. لسر الله أعلم به. بأي دين لازم تنكتب بيائين، مع أن القراء كلهم شو بيقرؤوها؟ بياء واحدة، ولا حدا من القراء قرأ بيائين أبدا. والسماء بنيناها بإيه؟ بأيد. السماوات محذوفة الألفين اللي بين السين والميم، عفوا بين الميم والواو وبين الواو والتاء، محذوفة الألفين في كل القرآن إلا في سورة فصلت. الأولى محذوفة فقضاهن سبع سماء وات، بس هذه الكلمة الوحيدة وات مكتوبة فيها إيه؟ الألف طويلة. ليه؟ ما بعرف. أنا ما بعرف ولا أنتم، ولو بنقعد 100 سنة نفكر ما حنعرف. هذا الكتاب هكذا وصلنا، سمعنا وأطعنا كلام الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فمو كل ما بكرة طلع واحد وجد، شو بعرفني مين كاتبه هذا؟ الصحف هي شو بعرفنا مين كاتبها؟ كاتبها جاهل عالم واحد من راسه عم يكتب. كما تعلمون العرب كانوا يعتمدون على الذاكرة. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب في الحديث الشريف، لا نكتب. فالعرب كان اعتمادهم على الذاكرة. بعدين ظهر في التاريخ الإسلامي شيء اسمه عصر التدوين. قبل التدوين كان اعتمادهم على إيه؟ على الذاكرة. فالذاكرة قد تخون صاحبها. شو بيعرفني اللي كاتب هذا؟ كاتبها من راسه، ممكن يكون سهى عن كلمة. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت قال اقرأه علي فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس. شوف التوثيق. هذا الحديث مر معنا بالنصف الأول من التجويد المصور لما تكلمنا عن القرآن الكريم. ذهب هذا الحديث ذهب. أعيده، قال سيدنا زيد بن ثابت، وهو من تعلمون زيد بن ثابت صاحب رسول الله، كتب القرآن 3 مرات، مرة بين يدي رسول الله، ومرة بأمر من أبي بكر، ومرة بعهد مين؟ عثمان. رجل محوري في كتابة المصحف الشريف، وحضر يعني على علم بالعرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. شو قال؟ كنت أكتب الوحي لرسول الله فإذا فرغت. شو قال؟ شوف التوثيق النبوي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، اقرأه علي فأقرأه، فإن كان فيه سقط، يعني وأنا عم بكتب سهيت عن كلمة، فإن كان فيه سقط أقامه، يعني صححه لي رسول الله، ثم أخرج به إلى الناس. توثيق ما بعده توثيق.
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ الأمة القرآن منطوقا أصوات ويبلغهم إياه مكتوبا، وهذا يدعم هذا وهذا يدعم هذا، المنطوق يدعم المكتوب والمكتوب يعني المنطوق يبين كيف يقرأ المكتوب، والمكتوب يحفظ المنطوق من ما يسمى بالتصحيف السمعي. في شيء اسمه التصحيف السمعي أيها الإخوان، يعني يكون متكلم يتكلم مثلي أنا الآن، والسامعون ممكن بعضهم يقولوا الكلمة الفلانية كيف قالها، قالها كذا ولا قال، هذا اسمه تصحيف سمعي. فما الذي يحمي النص القرآني من التصحيف السمعي؟ الكتابة. لما اختلفوا وتكون الجبال كالصوف المنفوش ولا كالعهن المنفوش، عفوا استغفر الله، مو هذه الآية، وأتموا الحج والعمرة للبيت، أو وأتموا الحج والعمرة لله، في أذربيجان فتوحات أيام حذيفة ابن اليمان، واحد شو يقول؟ وأتموا الحج والعمرة للبيت، والثاني شو يقول له؟ لا مو صحيح، وأتموا الحج والعمرة لله، قراءتي أصح من قراءتك، لا قراءتي أصح من، مثل العادة يعني الناس بيحبوا فمين سمع هالحوار؟ سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، اللي كان دائما يحب، عنده نظر استشرافي رضي الله عنه، كان يقول عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. شوف دائما عنده إيه، فلذلك لما سمع هيك وكان معهم بأرمينيا وأذربيجان، يقال أذربيجان ويقال أذربيجان كده وكده، ترك ورجع على طول لوين؟ على المدينة المنورة، قالوا لسيدنا عثمان أدرك هذه الأمة. طيب لما سمع سيدنا عثمان من حذيفة ماذا فعل؟ أرسل إلى السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها، أرسلي إلينا الصحف. أنو صحف؟ البكرية الصديقية. أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. وهذه الصحف البكرية الصديقية من فين مكتوبة؟ من القطع النبوية. مين كتبها؟ زيد بن ثابت. ملاحظين؟ صار عندنا المرحلة الأولى القطع النبوية، المرحلة الثانية الصحف الصديقية البكرية المنقولة من القطع النبوية، المرحلة الثالثة المصاحف العثمانية المنسوخة من الصحف البكرية الصديقية، كله منسوخ من بعضه على الكتبة الأولى. هي الكتبة الأولى اللي تكلم عنها سيدنا مالك بن أنس لما سئل هل يكتب القرآن على ما أحدثه الناس من الإملاء أو من الهجاء، فقال لا إلا على الكتبة الأولى. مين الكتبة الأولى؟ يعني إمتى كتب القرآن أول مرة؟ بين يدي رسول الله فور نزوله، كان كلما نزل مقطع يدعو صلى الله عليه وسلم من حضره من الكتبة فيكتبون أمامه، ولو في خطأ الوحي كان ما زال يتنزل إلى الأرض فينبه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يمين مين؟ يمين الكاتب. ثم لقطعنا منه القرآن. محمي كلام الله يا أخواننا، كلام الله. فهذا القرآن انتهينا نحن أمة الإسلام منه، إن شاء الله يطلع 100 صفحة و200 واحد من أمرين، إما موافق لما عندنا أهلا وسهلا ويزداد الذين آمنوا إيمان، وإما مخالف فالحق ما عندنا وانتهى الموضوع. مو كل بكرة ما طلع شيء بتلاقي هيك الأمة بينخضوا ويا لطيف وكذا، والمستشرقين بيعدوا بي معروف المستشرقين يعني عملهم دائما التشكيك وعملهم يتصيدون في هذه الأمور ليوقعوا ضعاف النفوس. فأنتم أساتذة بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا ونبهوا طلابكم على أنه مو أي إنسان يؤخذ عنه. وبالنسبة لنا نحن القرآن منتهي، وأي صفحة بتطلع إن وافقت ما عندنا فهي حق وإن خالفت فالحق ما عندنا. ليه؟ مو عصبية، لأنه نحن منهجنا انتهى. فسيدنا عثمان واحد عم يقول وأتموا الحج والعمرة للبيت، وواحد عم يقول وأتموا الحج والعمرة لله، شوفوا لنا يا شلون مكتوبة. لذلك قال أرسل إلينا الصحف، شو مكتوب؟ وأتموا الحج والعمرة لله. إذن لبقى حدا يقول للبيت؟ انتبهنا كيف؟ فردهم إلى المكتوب، ردهم إلى المكتوب. كما قلت لكم المكتوب الذي بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة القرآن مكتوبا ومنطوقا، فالمكتوب يحمي المنطوق من الانحراف أو الاعتماد على الذاكرة. كم وكم أنتم بتكون تعرفوا الفرق بين القرآن وغيره؟ شوفوا الشعر الجاهلي كيف يروى، اللي منكم له علاقة
اللغة. شوفوا الشعر الجاهلي، بتلاقي البيت الواحد مروي بست سبع روايات وبينها اختلاف. شو السبب؟ الاعتماد على الذاكرة. بينما القرآن مدون من فور نزوله. بيجي واحد يقول كالصوفي المنفوش، بنقول له هذا سمح به في العهد الأول لكن بعدين منع. في العهد الأول سمح به بس لبين ما يتألف القرآن، بعدين ما بقي إلا المكتوب. شو مكتوب؟ لا عاد حدا يقول كالصوفي المنفوش، ممنوع. وكان أمامهم ملك، لا وكان وراءهم ملك ليأخذوا كل، ما في أمامهم. انتبهنا كيف؟ فنحن استطردنا شوي. اللي جرنا للموضوع الحروف المقطعة،